طبعا انتهت مباراة وهالقعدة هذه قعدة احباط ما تعودتوا انتوا كل الغاتية فايز عليكم متى مساء الغاتية مو قاعد شو الجديد يعني شو الجديد قاعد ترى اقول لك شنو ان اقول حق الادارة واقول حق جهاز فني واللواعب انتم مو كفو تلبسون شعار النادي العربي الله 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 والله هذول الحين مو كفو والله حرام عليكم قسما بالله حرام عليكم ما نبي الدوري تعطونا افلام حبيبي هذا شعار النادي العربي بس والله اقول حق القادسيه انا اول مره عمري ما باركت حق نادي القادسيه اليوم اقول لهم مبروك القادسيه تستاهلون على هاللعب والله العظيم انا بالعكس انا لما اشوف فريق بهالمستوى ما عنده احد ويفوز انا لازم قسما علي احترمه لكن اقول حق اداره نادي العربي انتم مو كفو والله العظيم حرام شعار متى تصير نفس القادسيه انت؟ يا حبيبي احنا نادي القادسيه هم اللي صاروا نفسنا وصاروا احسن منا احنا اللي علمناش تعترف قول لي انا اعترف شيء واحد قاعد اقول لك انا اعترف ان نادي القادسيه اليوم لعب وكنا جايين ماكو شيء شلعب قاعد تقول لي ناصر الشطي ميثم حبيبي انت حركت نفسك خليك على 19 وبس مو جاي عندنا احنا تعطونا هني ابرة مخدر قاعد بالملعب قاعد يقول لي ما نبي دوري عبد العزيز عاشور جمال كاظمي حرام عليكم والله حرام عليكم اللي قاعد تسوونه فينا ليش؟ تسوون النادي العربي كذي ليش؟ حركت شعار النادي العربي بكبره لكن اقول شيء واحد الله كريم شنو هذا؟ خلي يشتغلون الاداره اشتغالك مجلس الاداره ما يصير بعد مجلس الاداره يقول لا ما يقول شو يسوون عيلهم ما عاد حاطهم تقول التلاميذ عنده مصورهم بفيديو وما انت لو اولادك ما تكلمهم قدام الناس كذي نادي ملكك مو قطاع خاص هذا ملكك عندك اسهم اللي تكلمهم بهالطريقه مجلس اداره قاعدين ويقول لهم انا ابي الدوري شو يصير بنفسيتهم هذه نتيجته انت ما تبي الدوري الدوري مو النادي مو ملكك احنا نبي الدوري استقيلوا ما تبون الدوري استقيلوا واخروا دمرتوا النادي مو عن هذا نفسيتهم تعبانه اللواعيب من هل اللي حطهم صوروا يعني مشكلتكم كلها بهالاداره ايه بالاداره ايه يعني مو مستوى فريقك انت مو زين لا مو مستوى نفسيتهم تعبانه ما عندهم تشالنج ما عندهم تارجت يعني يلعبون اللعب روح وانت نفسيتكم كجمهور ايه جمهورية تعبونا والله دمروا النادي مو لي التدمير يعني ما خلي يستقيلون حط الصورة مو تالي تقول جماهير العربي وش نقول شنو محبط حزين زعلان كل شيء يعني زعلان انا اول شيء على المدرب لان شنو زعلان ولا حزين انت لازم تتعود ان انت جزام قاتل ما تفوز وانا خليني اقول لك ليش خسرنا يعني انا اشوف انت الحين بدالي من مباراه النصر متهاوش مع الجمهور تلعب اليوم هالمباراه شو يسوي يعني اذا ما لعبه ما عندك مدافع زيد زكريا نفس الشيء مباريات مو لاعب تلعب هالمباراه اوكي عمليا مسوي مبارك نصار صار له شهرين مو لاعب تلعب هالمباراه فاللاعبين سيئين اللاعبين وايد سيئين يعني المفروض الشوط الاول المفروض ينطر البدالي لان تحس انه يعني مو قاعد ابو نرفز متنرفز اذا كذي ليش العب انا؟ اذا كذي ليش العب؟ باي باي دوري؟ والله انا اللي اشوفه المشكله ان الكويت قاعد يعطيك فرصه انت ما تبي الدوري انت لو يعطونك اياها هاك الدوري ما راح تاخذه على هالمستوى هذا جدام القادسيه اللي قاعد يصير ان انت تخاف تلعب مع القادسيه يعني اليوم الموسوي الحين وصلت مرحله تخافون تلعبون مع القادسيه لا هذا اللي صاير احنا كم مباراه كذي الموسوي اليوم ابوه بالعنايه وقاعد يقول انه توفى وهو اليوم ارجل واحد بالملعب الباقي كلهم صفر صحيح فاللاعبين وايد سيئين صراحه راح الدوري مع ابتسامه جماهير القادسيه وانتهت مباراه فوز القادسيه اكيد اي 2 وعلى العربي زين الاسابيع اللي طافت انت يا تعادل يا تخسر يا طاق نبي الديربي نستانس وبدر مرتاح محمد فهد مرتاح يعني مو مال دوري لا ما احنا نبي الديربي بس وبعدين شنو تفوز على العربي ما تاخذ دوري شلون؟ اخذه ان شاء الله شلون تاخذه؟ اخذ باقي 4 لعبات تقدر على الكويت؟ ها؟ تقدر على الكويت؟ اذكرك يا عزيز راح نطقم 2-0 ونمشي معك شو تقول حق اللي يقولون القادسيه السنه ما يشوف شيء بس يوصل للمنصه ياخذ الثاني ويرد عطهم رساله القادسيه هني اطلعك واخذ واقول له مع السلامه وخاصه الكويتيين طاقين يرموك يتعادلون ما شو يسوون ما تاخذون الدوري حق الزعامه بس واقول حق شغله واحده حق عزيز وين ابو جبل؟ وين طح
واحد الغافسية عطاه ترباح مثل طائرة، عطاه اعطيه واحدة وخلصوا مع السلامة. جماهير القادسية واليوم مستانسين فرحانين، مشيت مع القادسية؟ لا ما مشيت. والعرب الشوط ما احسن لعب لعبنا اليوم، يعني تفوز انت شو فزت على العربي؟ فزنا بمستوى. وبعد ايش ردت تاخذ دوري حق القادسية؟ ردت تاخذ دوري حق القادسية، ناخذ فيها الدوري ما نخليهم والله. تقدر على حبيبي خلي يردون ثلاث نقاط حق العربي واحنا ناخذ الدوري ان شاء الله. تقدر على الكويت؟ نقدر على الكويت والغادي العربي كلهم ما نخليهم والله. هذا القادسية، هذا القادسية طول الموسم ساكتين لكن هالمره ما نخليهم ان شاء الله. هذا الكويت، وين الكويت اليوم قدام كهل يرموك؟ وينهم؟ حتى انت الاسبوع اللي طاف اوكي تعادل الكويت، وينه؟ الكويت تعادل اليوم والمره اللي طافت والقبل الكويت طار الدوري كلهم. انت جاي بتاخذ اقول للكويت باي باي، الدوري طار عليك، الدوري مستحيل راح ناخذه، راح ناخذه بالخصم بالطيب ماخذينه الدوري قدام. عرباوي ومصور وجنطة وكل مرة يتصور أقوال القادسية على العربي تمشي، متى تصور أنت فرحتك كعرباوي؟ متى هذا السؤال ما تسأله لنا؟ تسأل إدارة، تسأل لاعبين. احنا بدينا الحين نشك باللاعبين. شلون تشك فيهم؟ شلون تشك فيهم؟ لاعب زعول تويتر، انت لاعب شايل شعار العربي، هذا بنو أجيال، بنو أجيال هذا التيشيرت. انت تي تزعل عشان واحد قال لك لعبك مو زين؟ لعبك مو زين. انت اليوم شوف ذا الفريق، عطني اسامي، مو سوي الا اسوء حالاته، قلبه قاعد يعتصر عشان ابوه الله يشافيه ان شاء الله، قاعد يعطي اكثر واحد بالملعب. زين انتوا ايش ناقصكم؟ هذا مستواكم، ليش ما تعتقد ان هذا مستواك؟ ما تقدر تفوز على هذول اللاعبين. ودهم الحين تيشيرت القادسيه، خلي يلبسونه وشوف شلون يلعبون. ما يبون يلعبون. هذا فريق قاعد يلعب؟ هذا الفريق اللي قدام النصر هذا فريق قاعد يلعب؟ هذا مو فريق. بعدين لما نزعل ونكتب بتويتر يقول والله انتم يبا ما حد يسب، لا حد يسب، بس قولوا هذا اللاعب مو زين، يبوا اسامي بس خلاص. ما في لاعبين يبوا يلعبون. هذا الفريق 11 لاعب بالملعب، واحد اثنين اللي قاعد يلعبون. راح الدوري يعني؟ راح. انت انا عتب على الجمهور العربي هالشيء هذا. ليه متى بتنطرون دوري؟ تنطرون يعني مو من حقكم تنطرون؟ من حقنا. يطلع الحين يقول لك احنا ثلاث سنين ما نبي دوري. سؤال، انت اداري من حقك تقول اللي تبي، بس احنا من حقنا نقول نبي الدوري. صح. مو بكيفكم تقولون ما نبي الدوري. صح. احنا جمهور تعبنا 16 17 سنه، يقول ثلاث سنين يعني لما بنتي تدخل الروضه تشيله. لا مو بكيفكم، احنا نبي دوري. لا والله بحفز لاعبين. تحفز لاعبين تقول له ما بي دوري؟ يلا وين عطني دوري اوروبي، عطني دوري. شلون هالكلام هذا اللي قال؟ ما نبي دوري. مو بكيفكم ما تبون دوري، احنا قاعدين نعتصر، احنا قاعدين نتعب. راح العربي خلاص، راح انتخابات جايه، بدل ما نقعد نتحلطم ونسوي هني لوبي، لا روحوا سووا اشترك 62 دينار ورد فريقك. جماهير القادسيه واليوم عدى القادسيه، عدى ولا ما عدى؟ عدوا بكل فرح وانتصار. حلو زين، يعني صعب ولا لا؟ سابع اللي طافت كل فريق يا يفوز عليك يا يتعادل وياك، اليوم فايز على العربي، هذه نعمه. بس نعمه. بس خل اوضح لك شغله، القادسيه اليوم ما فاز بمجهود اي احد، ما فاز بمجهود المدرب لا الاداره ولا شيء. لا والله فاز ويابها بمجهود لاعبين وروح اللاعبين اللي عنده. بهالذراع هذه ابناها وبروح الشعار هذه ابناها والله. شو تقول حق الباجين؟ انت لك بالدوري؟ يعني تفوز تستانس بعدين تاخذ دوري؟ ياخذ الدوري. شلون تاخذ دوري؟ كسرة خشم. حلو. ياخذها. عفا عليك. شو تقول حق الباجي اللي يقول لك ما تشوف شيء؟ ما اشوف شيء، انا بس بغني الاغنية. نادينا نادي للعب يرفع الراس، باعوا الصدارة قصته قصة طويلة، في كل بطولة دايم يشيله الكاس، وغيره يشوف الكاس بس ما يشيله. مقصودة جماهير العربي والحالة الحزينة، الحالة الصعبة، ما تعودتوا انتم؟ ما تعودتوا القادسية يفوز عليكم صراحة؟ والله تعودنا ابو سعيد، بس ما تعودنا ان القادسية يكون بأسوأ حالاته اي هم ويفوز علي. بس احسن منك. لا القادسية مو احسن مني والله. ليش يفوز عليك؟ احنا مو زينين. حلو. احنا مو زينين، احنا دائما مو زينين. خلاص ابو سعيد ملينا، ترى 15 سنة مو شوي، وكل مرة نطلع كل مرة نتحكى. بس سعيد انا اعطني الحين، انا اكلمك، انت برنامجك ناجح. الله. صدقني برنامجك لو مو ناجح ما راح تكمل فيه سنة، صح ولا مو صح؟ ادارة 15 سنة شنو تبي؟ تجيب لي كاس تضحك عليه كل سنة. حلو. خمس سنين تاخذ لي كاس، خلاص. شنو ذنب الجمهور؟
مو هني المشكله. احنا ترى احنا جمهور العربي وفي وغبي. وفي وغبي احنا الحين كل مباراه نقول ما بني خلاص ما راح نيجي. بالعكس هذا وفاء، هذا مو غباء. ما هو يقول لك ما ابي دوري. انا شنو ليش هني اي بطالعك بس ابي دوري. صح. ابي شيء، انا ابي دوري. انت تصرح قدام لعيبتك حاطهم تقول والله ما نبي دوري، والله ما تبي دوري. وين هذا؟ اي على اي اساس؟ شنو اللي بنيت عليه انت؟ انت شنو بنيت انك قلت ما تبي دوري؟ جمهور هذا لا مو صحيح اللي قاعد يصير بالنادي العربي. مو صحيح. تعبنا ابو سعيد، خلاص والله تعبنا. راح دوري يا معود. صدق ابو سعيد دوري قبل لا يبلش راح، بس احنا قاعد نكذب عليك ان احنا دوري واحنا دوري، لان ندري احنا شنو فيه. احنا نعرف النادي شنو فيه. الله يعينكم جماهير العربي. وكالعاده خساره مو شيء جديد. انا اقول لك شغله، تدري انا الحين بالنسبه لي اني افوز على القادسيه اهم من الدوري. الله 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 الله، ايش رايك؟ والله العظيم عندي افوز على القادسيه اهم من الدوري. يعني صرت فيك مرحله ثانيه تفوز على القادسيه؟ خلاص القادسيه بس وحالاته قاعد يفوز علي. اسوء حالاته موسم 2014 نطق 6-0. شنو؟ فاز. ليش؟ زين ليش يعني عندك الحين ويك اداري يقول لك احنا ما نبي دوري. زين جايب لي حصني، جايب لي الشرميطي، جايب لي باني، جايب لي حمد العنزي، ليش جايبهم؟ كل هذول ليش جايبهم؟ احنا نبي نبني فريق 3 سنين وانا اقول لكم ما نبي دوري، لا احنا نبي دوري. ليش احنا جايين نحضر؟ ليش قاعد نحضر؟ يعني هذا راحت عليكم الموسم. منو؟ هي راحت علينا من قبل يبلش الموسم اصلا. والله راح علينا من قبل يبلش الموسم. جماهير القادسيه واليوم مستانسين ها؟ اكيد ها عيل بعد. عربي و2-0. اكيد ما يبيله خلاص احلى فرحه. الله عشان العربي فرحانين ولا عشان فزتوا؟ عشان فزنا طبعا، اخذنا 3 نقاط. هم فزنا على العربي، من العربي اصلا متعودين نفوز عليهم. حتى لو المره اللي طافت تعادلنا من حظهم اصلا. بس انتم مو زينين. احنا مو زينين. انتم بتاخذون دوري؟ ان شاء الله ليش لا؟ شلون؟ تقدرون على الكويت؟ نقدر على الكويت مثل ما قدرنا السنه اللي طافت، نقدر هالسنه بعد ولا ايش فيها يعني؟ القادسيه يقولون هالسنه مو زين. يعني بس فرحتكم ان تفوزون على العربي بس. لا 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 حكي فاضي، انا واحده اعطيهم الثقه، دائما اعطيهم الثقه. حلو. ونقلب نفوز وياهم معا للابد. اي حق اللي يتشمت بالقادسيه ويقول لكم ماكو دوري، نبي رساله حق شوفوا الدوري بالمخبه ترى، حتى لو بيننا وبين شو اسمه الكويت 4 نقاط نقدر نفوز عليهم ونفوز على غيرهم. هذولاك خوي يتعادلون عادي. شنو متعادلين مع اليرموك؟ والله ضحك. احنا حتى لو احنا متعادلين مع خيطان يلعبون، بس اليرموك شنو ما يلعبون. الحمد لله ان شاء الله ناخذ دوري. ناخذ دوري ليش لا؟